السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع وهو يخص التغذية والمكملات الغذائية. طبعاً بعض الأشخاص يلجؤون حق المكملات الغذائية بما معنى أنهم ممكن يرون أن المكملات الغذائية هي اللي تبني جسمهم، هي اللي تساعدهم على إبراز عضلاتهم، هي تساعدهم على زيادة الكتلة العضلية وإلى آخره، أو إعطائهم طاقة. طبعاً هذه المعلومة ما نقول خاطئة أو صحيحة. طبعاً هي المكملات اسمها مكملات، ما اسمها مكملات أساسية، اسمها مكملات غذائية، يعني تكمل غذائك. أساساً أنت ما تحتاجها إذا أنت كنت تتناول التغذية بشكل سليم. يعني الفيبر موجود في على شكل مكملات، البروتين موجود على شكل مكملات، الكرياتين موجود على شكل اللي هو شكل مكملات، ايضا عندك الكارنتين، وايضا عندك الفيتامينات. لاحظ كلها موجوده على شكل مكملات، ولكن تقدر تتناولها في الغذاء. اذا انت كنت تلبي احتياجك من خلال الغذاء في هذه الامور، ما تحتاج انك تاخذ المكملات الغذائيه. حتى البري ورك اوت اللي هو او اللي هو مشروبات الطاقه، تقدر تتناول سناك يكون هو بديل عن هذه المشروبات الطاقه اللي يساعدك على اعطاء جسمك طاقه عاليه. وايضا المكملات من غير التغذيه ما راح تعطيك مفعولها. يعني لاحظ على يوم من الايام لا تتناول اي وجبه، اخذ اللي هو البري ورك اوت او مشروب الطاقه وروح تمرن، راح تلاحظ انه ما فيك طاقه. نفس ما انك لما تتمرن انك تكون ماكل، وايضا اخذت اللي هو مشروب الطاقه، او على الاقل انك ماكل، يعني ما راح تتعب، راح تتعب اكثر ما انك ما تغذيت او ما كليت وجبتك. فبالتالي انت هني تحتاج انك اول شيء تهتم بتغذيتك بشكل كبير، تلبي احتياجك قدر المستطاع من تغذيتك. حسيت انك مقصر من حيث الفيتامينات، تاخذ فيتامينات. انك مقصر من البروتين، تاخذ بروتين. كربوهيدرات ايضا تقدر تاخذ كربوهيدرات. ف النوع اللي تحس انك مقصر فيه بتغذيتك، هني تحاول تاخذه او تعوضه في المكملات الغذائيه. هني راح تكون هذه الطريقه الصحيحه حق استخدام المكملات الغذائيه. مو فقط اخذ جميع المكملات الغذائيه على اساس انها تساعدني، لا، بعض الاشخاص يلاحظ شنو الفيتامين اللي ناقص عنده، يلاحظ شنو اللي البروتين نازل عنده او الكرياتين او الى اخره. من خلال الفحص يسوي فحص شامل، ومن خلال هذا الفحص يقرر شنو هو المكمل اللي يحتاجه جسمه. لا تاخذ جميع المكملات، ممكن انت عندك فائض بالبروتين بجسمك اساسا، تاخذ بروتين بعد زياده راح تزيد نسبه البروتين، وهذه طريقه خاطئه. انت تحتاج انك تخليها نورمال في المعدل الطبيعي، بحيث انك لما تاخذ قياسات تاخذ اللي هو تحليل جسمك بالكامل، راح يعطيك القراءات وتحدد شنو الفيتامين او البروتين او نوع من انواع التغذيه الناقص عندك، تعوضه في هذه المكملات. فلاحظ المكملات لا هي خاطئه ولا هي صحيحه، ولكن استخدامها بالشكل الصحيح راح تساعدك على اللي هو الاستفاده منها بشكل اكبر. وهذا كان موضوعنا اليوم ان شاء الله، اتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديده. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح اقدم لكم مجموعه تمارين مع الجهازين الموجودين بجانبي، الدامبل زائد البار. طبعا البار هذا عباره عن 20 كيلو، ما حطيت فيه وزن لاني راح استهدف عضلات الخواصر في البار. طبعا طريقه التمرين راح تكون كالتالي، لاحظ اثبت البار بهذه الطريقه. طبعا تمارين الخواصر ما تحتاج اللي هو وزن عالي، فقط تحتاج وزن خفيف. فبالتالي هذا 20 كيلو
يكفي في هذا التمرين. طريقة التمرين راح تكون كالتالي، لاحظ حرك الجسم بهذه الطريقة أثناء الالتفاف، حصل عندي شد في هذه المنطقة اللي هي منطقة الخواصر، أصعد إلى الأعلى بهذا الشكل. طبعا بالنسبة حق الجسم راح يكون ثابت معاك من ناحية الرجل، ما أحرك بهذه الطريقة، لا فقط الالتفاف وتحريك الجسم من الأعلى. عدد الجولات تكون اللي هي 15 تكرار في 4 جولات. هذا التمرين الأول بالنسبة حق اللي هو عضلة الخواصر. التمرين الثاني راح يكون كالتالي، اللي هو تمرين حق عضلة المعدة، ولكن راح أخذ الوزن اللي معاي اللي هو الدامبلز بهذه الطريقة، أحرك الجسم بهذا الشكل، راح يستهدف عضلة اللي هو المعدة وأيضا نوعا ما عضلة الأكتاف أثناء صعود الدامبلز إلى الأعلى بهذا الشكل. هذا التمرين اللي هو الثاني، وعدد التكرارات بتكون اللي هي 15 تكرار في 3 جولات. التمرين الأخير، أثبت الدامبلز بهذا الشكل، من بعدها أحرك رجلي بهذه الطريقة، أيضا أخذ الدامبلز بهذه الطريقة. هذا التمرين راح يساعدني على شد عضلة المعدة زائد الخواصر. لاحظ ثبات، أسحب بهذا الشكل، أرد الدامبلز، أسحب بهذا الشكل، أرد الدامبلز. هذا التمرين استهدفت فيه عضلتين في وقت واحد. عدد التكرارات تكون عندك 10 تكرارات في 3 جولات. التمرين اللي بعده راح يكون كالتالي، أثبت جسمي بهذه الطريقة، أحرك الرجل بهذا الشكل، مما يستهدف هذا التمرين عضلة الكور اللي هي أسفل المعدة. بالنسبة حق الجولة راح تكون 3 جولات في 20 إلى 40 ثانية أثناء تحريك الرجل. وهذا كان تمريننا اليوم، إن شاء الله أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.